74% من النساء اليمنيات يفضلن عدم المطالبة بحقهن من إرث الآباء والأمهات، خاصة النساء دون 40 عام. هذا السبيان قام به موقع خيوط حول حرمان المرأة من الميراث سنة 2021، وبناء على هذه النسبة الكبيرة نقدر نقول أن أحد أهم أسباب حرمان النساء اليمنيات من حقهن في الميراث هو السكوت وعدم المطالبة. لكن السؤال، ليش السكوت؟ ليش المرأة تسكت وما تطالب حقها المشروع؟ الإجابة ببساطة، لأن المرأة عندنا تخاف من ردة الفعل العنيفة وسوء المعاملة من قبل الأهل، كما صرحت بذلك كثير من النساء. ولا شك أن المطالبة فعلاً تسبب مشاكل طويلة عريضة، وهذا ما أكده بعض المحامين والعاملين في مجال حقوق المرأة، فأغلب القضايا اللي توصلهم متعلقة بحرمان الإناث من الميراث. ممكن يكون الزوج مرتاح مثلا ماديا، فيستغل راحة الزوج على انه خلاص انت زوجك مثلا يعني متمكن ماديا، فانا ممكن انك تتخلي عن هذا الميراث كذا، فيدخل من عاطفة الاخت، يعني فالاخت دائما تكون عطوفة، يعني عاطفة مع اخوها وكذا.